أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية مع ضباب خلال الصبيحة على الواجهة الساحلية، لتصبح الأجواء مغشاة ورعدية خلال الأمسية، ستخص المناطق الوسطى وكذلك الشرقية على السواحل، لكن على المرتفعات والهضاب احتمال لبعض الأمطار المتفرقة على شكل زخات، وتكون تحت وقع الرعود. كذلك على شمال الصحراء منطقة الثورة الجنوب الغربي أقصى الجنوب مرتفعات الوقار والتاسيلي وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي حتى على الصحراء الوسطى. خلال ليلة اليوم إن شاء الله مقاييس ما بين 18 إلى 27 درجة على الشمال، 27 درجة على غردية، 28 درجة على بشار، 30 درجة على تندوف، 32 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في ارتفاع تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة المناطق الوسطى وكذلك الغربية، أقول 44 درجة على غليزان، 40 درجة على تيزي وزو والبويرة، 37 درجة على العاصمة، 40 درجة على كل من غردية بسكرة حتى على ولاية أقول توغرت، 42 درجة على بشار، 45 درجة على تندوف، 43 درجة على إليزي، ترتفع لتتراوح ما بين 45 لغاية 46 درجة من أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى. أما البحر خلال يوم الغد أول أيام العيد إن شاء الله سيكون بحول الله قليل الاضطراب إلى مطر محليا خاصة السواحل الوسطى، حتى الرياح ستشتد تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة.